صافن؟ لا لا ايش ماكو شيء، لا ماكو شيء، بس هذا والله المقهور على هذا صاحبنا رباح خطير مسكين. شبيب الله رباح؟ ما ادري راح يسافر سفره طويله وانا متعلم على يومين شوف يوم يسوي مشاكل وحتى بالقهوه راح يسافر. وشلون سفره انه؟ ابد شهرين شهرين، ايش تسوي فيهن؟ خذ لك 10 ايام وتعال. وهذا راح يسافر شهرين ويخليني وحدي ويا من احكي ويا من ما عرفت وين يروح بهاي الشهرين؟ والله يقول لك لاذربيجان، اذربيجان هاي وين تصير على الخريطه بدون زحمه؟ كان هم ضايجي مقهور يا سرحان، ليش؟ ان صديقي على سفر رباح سوف يريد ان يذهب ثم يسافر، ووحش علينا راح يصير انه صديقنا ويريد يسافر، ماذا نفعل يا رباح؟ شنو؟ يريد يسافر تبكي عليه؟ طبعا غير صديقي واخوي راح يسافر ويمانا في قد يبقى، زين هو غير صويحبك تتذكره وقت الفراق وقت الضيج، غير صويحبك وعنده مواقف حلوه ومشرفه يا اخوي. عبال صاير علي شيء ميت وين يسافر برا؟ شلون يسافر هو شويه؟ شلون هو 24 ساعه وياك؟ اللي هناك ما يشوفه قدامك يا عمي. زين سجن شو يسافر وانت ضايج على هذا المعدة؟ بس هو موجود، هو مسوي لنا عزيمه انا وابو شيماء. تبعه؟ تجي ويانا العزيمه؟ موجود هو؟ موجود. عزمني؟ عزمني؟ لا قال لي ومن معك؟ اه تبعه؟ هو ابو شيماء بس تجي لا تحب هو مسوي لنا دجاجه. زين وين اللي يسافر؟ يسافر لاذربيجان. لاذربيجان؟ دولة بهول يعبيها؟ ايه يعني لاذربيجان وضايج؟ ايه شبي له ماكو شيء. هو انت ضايج ما انا ضايج. انا ضايج والله على راحتي، انت ضايج عادي. قدمتنا نتناول الطعام. روح هيا يلا. كلا لا تاتي لي انت بس اثنين طلعنا لك. ليش تقول لي؟ غير عبالي يصير ميدوب تقول لي ما اروح. وحتى ما اشلحها لا اكو اكل ما اشلحها. لا انت بقيت هنا بس اثنين نطلع. روح كل من جاي مخبرني. مخبرك ادري انت لقاح. هي هي فعلا يا ابا شيماء ان هذا دجاجه زميله حتى دسمه. الف عافيه. الف عافيه. هاي الدجاجه اللي عندها انتك فلوسها؟ اه تريد تذني ذل انت؟ ما تقول لي لما اجي من السفر انا اعطيك اياها، ما عندي خرده هسه كله مصرفن الفلوس مال اذربيجان. لا 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 تقهر نفسك انك على سفر، يجب ان تقول له يا ابا شيماء لازم تكون شويه مسترخي وهدي وان شاء الله من هسه نقول لك سفره سعيده. اشكرك ابو شيماء. هو ايش قد يطلبك من الزحمه؟ انا ما شايل مشكله. انت راح تسافر ولو انت شفتك يعني حزن فراقك عيد. شفتك بالعكس شفتك عيد وفراقك. الله يخليك. يجب ان لا تتاخر علينا ان شاء الله. اننا نحبك. واذا شاف اذربيجان طيب خليه يبقى هناك. وين راح يسافر؟ اذربيجان. اذربيجان. اوكي اذهب حينما توصل اخبرنا. اجيب لكم هدايا وياي. لا اخوي تبقى هناك ايش مالك؟ انت اريد كل ما تجي اما تتمنى بعد تاتينا وسوف نشتاق اليك. يا ريت تتاخر فتشهر شهرين لا تاتي على طول. راح اشتاق لكم هواي ابو شيماء. فلوس الدجاجه يابا مو قلنا لما نجي اعطيك اياها خاطر الله. اشتاق لهذا رباح. اشتاق لك العافيه. فعلا هذا الرجل رباح كان صديقي منذ فتره طويله. حاليا هو بالسفر. اين هو الان؟ اذربيجان. اذربيجان شنو شنو؟ اذربيجان. 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 هو مزعج. كلا لا 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 كيف تتحدث عن صديقي بهذه الكلمات الغير لائقه؟ وينطنط. انا معك انه ينطنط. 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 يعني يتدخل بما لا يعني. اي بس مو ذاك التنطنط يعني كثير. لذلك هو يحس يعني صديقنا يتحدث ويدور الكلام بيننا وبينه. بس مشتاق له. يا رباح. ايه. سولف لي على سفرتك لاذربيجان، سويت؟ وكل شيء سويت. اه والله مناظر حلوه، ناسها حلوه، شوارعها حلوه، هل بتشوف لك علاقه؟ هل بتشوف لك انت فد قطف جقاره؟ كل شيء ماكو، نظيفه زبد زبد. ها والله يا
يعني مرتاح هسه؟ الحمد لله والشكر. وين رحت بالله؟ والله رحت الباكو. باكو؟ ايه؟ شو باكو هالفترة؟ هل قول باكو هالفترة؟ باكو كلش حلوة. ايه؟ منطقة خبل سياحية، ناسها حلوين، وفد جماليات حلوة بيها، ترتاح لما تروح هناك سرحان. اسوي جواز وروح وياك لان صارت لك خبرة انت. لازم تجي وياي انت. ايه؟ هسه كملت؟ كملت. سلام، يقول الطلبة مليون ونص. شنو؟ أبا شيماء يا جاري، أبا شيماء يا جاري. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ كذب شنو السالفة؟ شنو جاي تمتلغم؟ شكو خير؟ خو ماكو شيء؟ ما معقولة ساعدك بالباب ما تفتح لنا الباب؟ شنو يصير؟ ما معقولة ياك هذا يا رباح اجى من السفر ويقول الحقني سلام ابو القهوة مهددة، قلت له انت مو كنت دجاجة؟ تعال خذنا انا وياك. قال له صار فترة ما مطيني فلوسي، ومن رجعت من السفر اريد من عندك مليون ونص. شفت؟ مليون ونص من عزه؟ لا والله حكاية مو حلوة مع الأسف. شو مليون ونص؟ باخ. تعال خلينا نفكر بالموضوع. وين 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 يا بيت يا خلينا نروح القهوة قبل لا يصير قاتل ومقتول. هذا على ود دجاجة. لا بس سالفة صغيرة ترى تكبر. تكبر. يمشينا ناخذ رباح وياني وللقهوة وبعقلك وتفكيرك تحلها. شو تقول؟ لو نشرب شاي. عفو عليك. ليش ما اشرب شاي؟ بالقهوة تبغى الحين يمكن لا بدك نحل القضية. شو جابوا لنا اليوم تمر همين؟ شو؟ تمر وجبة. تمر ولبن. لا تمر ولبن بس طيب. تمشي. هو شنو سلام يعني؟ سلام يعني. بس أريد أعرف يا بني يا سلام، أنت شخص رائع وصاحب قهوة نون والناس تعرفك. مليون ونص ما تقولي ما ليش تطلب هذا الرجال حتى لفتيم أنا أبو شيماء؟ قبل 3 أشهر أنطيته الدجاجة. لو باقي عندي بس من فلوس البيض انا ذاك الحساب لعمه. اه قصدك اعطيت الدجاجه بفلوس وقال لك هو انا ما اقدر اعطيك فلوس منه على ما راح وارجع، انت تريد فلوسي هسه ويقول لك انا عندي هذا. انت شو تقول له؟ هاي الفتره اللي انت خلصت الفلوس مال الدجاجه يمك المفروض تعطيني اياها، لو ما اعطيني اياها احسن لك. اما هو تفضل شنو اللي قصدك؟ يا اعطي مشكلتك. يابا انا قلت له اعطيك الفلوس ورا ما عجبني السفر. هسه انا شويه عندي احراجات بالبيت وهاي خلي يصبر لي هو هم اخويا. هسه هذا الحكي كله زين زين انت هسه لما بس انا اقول ايش حكي فاهم مال مليون ونص؟ مو هو مليون ونص هو جايب لك بكم مال دجاج تريله قلاب؟ هي 25,000 صار لها 3 أشهر ضعفت. لو باقي ضعفت، لو باقي عندي بس من فلوس البيض انا ذاك الحساب لهم خير من الله فلوس. زين انا عندي الحل. انت هسه دجاجه هو اكلها والفلوس على اساس يعطيك اياها بقل يمه. انت مو المفروض يعني تقدره وتحترمه على موقفه؟ هسه الفلوس هو لو معطيك اياها من ذاك الوقت كان تصرفه، هسه الفلوس راح يعطيك اياها وانت هسه الحمد لله فلوسك موجوده وما راحت ودجاج احنا اكلناه فوق هاي الفلوس. انت المفروض هسه تعطيه 50,000 او 100,000 هديه من عندك لانه الفلوس محافظ عليها. جايتك عدله ومعدله 100,000 100 والخاطر الجماعه طايحه 50 باخذ بس 50 قولوا. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هذا هو راضين بحلف. يا ولدي يا حبيبي يا ربيع، ان محبته نفس محمد شاب. نظم انك شاطر ومتألق، ماذا تفعل يا ولدي؟ يا ابي ضيعت سيارتي. اقعد اي اجلس تفضل. ضيعت سيارتك؟ نعم يا ابي. وماذا تفعل؟ هل أنت أخذتها؟ هل أنا أخذتها؟ شلون أخذتها؟ ولد موت الدنيا أخي، أنا عندي مطيع أي حمار، أنني أستخدم الحمار يا ولدي للتنقل، لذلك لا أستخدم سيارتك. قل لأخيك يا ربيع. ربيع يا أخي، هل رأيت سيارتي؟ لا أعلم، وضعتها هنا باكرا. يعني منذ الصباح كانت سيارته هنا، هل شاهدتها يا ولدي؟ لا لا ما شاهدتها. لم تذهبها؟ إنه يقول أخوك ربيع يا أبي لم أشاهدها ولم أدري بها، يعني أدري فص ملح وذابت يا بني. هل أنت لا تعلم؟ لا تعلم. يا يعلم بوي. وضعتها هنا منذ الصباح ولم أجدها. وضعتها هنا منذ الصباح ولم تجدها. ربيع بني لماذا لا تكلم أخوك؟ أين ذهبت السيارة؟ نما. هذا إنه يقول لما أشين فص ملح وذابت ولكم قلوا لي أعطي بالفلوس وبالنقود وأشتري لكم وأنتم تضيعونها. لا تبكي يا أخي، فأنا لعبت بها وكسرتها. لماذا لا تقول من البداية يا ولدي؟ ولك مو مشليت حالنا وتيت بالنا ولقد. بوي أنت ليش تبكي؟ فدوى لك.
في دونك حتى على هذا ابوك وفي الوقت وطيح لنا اياها وسوف اشتري لك واحده ثانيه انت واولادي وانت همزين حجيت انت لعبت بيها وكسرتها لماذا لا تقول يا ولدي لماذا لا تتكلم لماذا يا ربيع وانت عاقل وخير وهذا غير تحكي يا ابوي فدوا لك انت تاخذ حاجتك اخوك تقول لي يا بنت ما يقبل معقوله انتم بيناتكم تلعبون بيناتكم لا تبكي يا ولدي تعال شبك شبك ولك كلك يا عمام مليت منك انت مشتري لك سيارة مشتري لك لفه مو احسن لك يا ابوي